مؤتمر قادة القوات العمليات الخاصة اللي ينعقد في العقبة هو مؤتمر دوري مهم ومؤتمر عسكري يجمع أصحاب القرار والقادة العسكريين لتناول مناقشة المجال الأمني والتحديات التي تواجه الدول في المنطقة خاصة وفي العالم بشكل عام. الحلو أنه في المؤتمر هناك تبادل الخبرات بين جميع المشاركين في المؤتمر في المجال الأمني. القوات العمليات الخاصة هي تعتبر العمود الفقري للجيوش الحديثة، لذلك من المهم توظيف التكنولوجيا المتقدمة وخصوصا الذكاء الاصطناعي لرفع القدرات التدريبية والمهارات التدريبية للقوات الخاصة حتى تقوم بمهامها بأسرع وأدق وقت ممكن. أنا هون لأتكلم عن استعمال الذكاء الاصطناعي في هذه المهام.